اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية في القاهرة اليوم مع معالي السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث تم استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل الدفع بها لآفاق رحبة في شتى المجالات، كما تم التباحث والتنسيق إزاء آخر المستجدات في المنطقة. وخلال الاجتماع أكد معالي وزير الخارجية على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، معربا عن اعتزازه وتقديره لما تشهده من تميز ورقي يصب في صالح البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما، مشيدا معاليه بدور جمهورية مصر العربية المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة وفي تعزيز العمل العربي المشترك وجهودها الحثيثة للتصدي للتحديات التي تهدد دول المنطقة وفي صادراتها الإرهاب وكل من يدعمه ويموله. من جانبه أعرب معالي السيد سامح شكري عن تقديره لاستمرار التواصل والتنسيق بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في مختلف المحافل وإزاء كافة القضايا، منوها بدور مملكة البحرين في حفظ الأمن والسلم في المنطقة ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله، مشددا على موقف مصر الثابت الداعم لكل ما فيه أمن واستقرار مملكة البحرين والداعي لضرورة تضافر كافة الجهود لضمان القضاء على الإرهاب.